مثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قال. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم من لدنك علما. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها المتابعون الكرام لهذه الحلقة الفريدة من نوعها، والتي تربطنا بأفضل جيل اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه ولتبليغ دينه، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، مع الصحابة الكرام في رمضان، مع بعض بطولات هؤلاء القوم الذين سجل التاريخ وأسماءهم، فكلما فتحت صفحة من صفحات أحدهم إلا ووجدت العجب العجاب. ولو صح أن نطلق على غير الأنبياء بالمعجزات لقلنا إنهم لديهم معجزات، ولكن كل ما يحدث للأنبياء فهو معجزات، وما يحدث لغير الأنبياء من الأولياء والفضلاء والعلماء فهو كرامات يكرم الله عز وجل بها أولياءه، يكرم بها من اصطفاهم من عباده سبحانه جل وعلا. اليوم أيها الإخوة الكرام مع رجل عظيم، رجل رفيع المنزلة، رجل عالم بالقرآن الكريم، رجل فقيه في الدين، رجل لو لم يعط له إلا هذا اللقب لكفى، إنه سيد القراء. وما أدراكم ما سيد القراء؟ إنه أبو المنذر، يكنى أبو الطفيل، إنه أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك بن النجار الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين من المهاجرين والأنصار. هذا الرجل إخوة الإيمان أيها المستمعون الكرام شاهد بدرا، شاهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يشهد أي مشهد آخر إلا هذا لكفاه. لقد قال صلى الله عليه وسلم في من شهدوا بدرا، وقال لذاك الرجل أو الصحابي الجليل، قال عندما في قصة فتح مكة وأرسل يخبر قريشا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ألا تعلم قريش حتى يباغتهم، فلما حضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر معروف بشدته، قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني أضرب عنقه فقد نافق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الصحابي أبي هذا لقب له، إنه شهد بدرا، بل أنه شهد أحد بعد بدر، بل شهد الخندق، بل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي صحابة رسول الله فخرا، يكفيهم فخرا، أن عندما تقرأ ترجمة بعض الكثير منهم يقول لك العلماء يقولوا فلان شهد المشاهد كلها، وش معناها؟ يعني أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، في السفر، في الحضر، في الحرب، في السلم، وهذا فخر عظيم لهؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. هذا الصحابي لم يتخلف عن غزوة ولا عن موقعة حضرها. من مناقب هذا الرجل، أنا لا أريد أن أتكلم عن كل ما يتعلق به، لكن أركز عن الأشياء التي امتاز بها والتي تبعث فينا الأمل وفينا الحياة من جديد، من أجل أن نحذو حذو هؤلاء وأن نقتدي بهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هذا الرجل جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
وعرضه عليه صلى الله عليه وسلم، بل حفظ عنه علما كثيرا مباركا. كان أبي بن كعب، كان أبي بن كعب رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه، كان من القلة التي تعرف الكتابة في الجاهلية قبل الإسلام، كان يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة أخرى، يعني الكاتب بتاعه كما نقول احنا الآن، ولله المثل الأعلى، يقول لك الوزير ولا الرئيس عنده الكاتب العام بتاعه، الأمين العام. فهذا الصحابي أبي هو كثير من الصحابة الخلفاء الأربعة كتاب الوحي كثر، أوصلهم ابن كثير إلى حوالي تقريبا 23 كاتب و 25 كاتب من كتاب الوحي، من بينهم الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، وأيضا أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، يعني المشهورين، كلهم من الأنصار، وهذه منقبة أخرى للأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنوه يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة. من بينهم أو هؤلاء الأربع: أبي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، أبو زيد، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا الصحابي الجليل عرف بتقوى الله عز وجل، وكل الصحابة كذلك عرف بالورع وبالزهد والغيرة على دين الله وشدة الخوف من الله تبارك وتعالى، بل كان رضي الله عنه يبكي كلما ذكر الله عز وجل، ويهتز كيانه حين يرتل آيات القرآن الكريم ويسمعها، بل كان إذا تلا أو سمع قول الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، كان رضي الله عنه يغشاه الهم والأسى. يعني يقول احنا يغشى، يغمى عليه دوخ شتان بين الثرى والثريا. الآن الواحد منا أنه ممكن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره ما يتحركش حتى يعني شعرة من شعرات رأسه، بل أنه يسمع القرآن كله في حين يسمع مزمارا أو أغنية من الأغاني الماجنة الساقطة، تلقاه كان تقطع لحمه إربا إربا، ما فيقش وما يشعرش للأسف الشديد. هذا الصحابي الجليل، أيها الصائمون الكرام، يا أحباب رسول الله، يا أحباب من اختارهم الله لصحبة نبيه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وعلمه. قال رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة جميعا: أقرأ أمتي، يبين لهم الميزة اللي امتاز بها أبي، أقرأ أمتي أبي، يعني كما يقول احنا العالم أفضلهم قراءة وأكثرهم قراءة للقرآن وأحسنهم هو أبي بن كعب رضي الله عنه، بل أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يستقرئوا، يعني يحبوا يقرؤوا. نحن الآن نعرف مثلا القارئ الفلاني الشيخ الفلاني أنه رب يعطاه قراءة العشر الكبرى والصغرى، وغير ذلك يقولوا روح اقرأ عنه. فأمر الصحابة أن يستقرئوا القرآن من أربعة، من بينهم أبي بن كعب رضي الله عنه، بل من بين المناقب والأشياء التي لو لم تذكر له أي منقب إلا هذه كفته. هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم اللي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي، واسمعوا: والله المؤمن ونحن في شهر القرآن يا أمة القرآن، في شهر رمضان، نسأل الله أن يجعلنا من عتقائه من النيران. إنه هذا الحديث اللي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس: لما تسمعوا إذا لم تبكي أو لم تتباكى فاعلم أن قلبك ميت، فاسأل الله أن يحييه من جديد. صوروا نحن الآن ولله المثل الأعلى، لما يرسل رئيس الجمهورية ولا الوالي ولا الوزير يبعث، ولا رئيس حتى الدائرة ولا البلدية يبعث اسم تاع فلان، يقول لك يا فلان رو اسم رو رئيس البلدية اليوم ذكرك بخير وثنى عليك، حس بواحد النشوة، واحد الطرب، واحد الفرح، واحد الابتهال، يقول يا لي يا ريث إذا كان خلت من جديد. فما بالك ولله المثل الأعلى لما خالق رب العزة جل جلاله يأمر أفضل الخلق أن يسمي أبي بن كعب، يقول له روح، يقول له يقرأ عليك القرآن. اسمع الحديث، رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلي يا من تسمع معي، يا من تسمعني صلي معي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يقول لأبي:
يقول له ربي قال لي روح أقرأ القرآن. سبحان الله، القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يقول له روح أسمع. إما المفروض أبي يقول لي أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أبي. قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال له أبي الله سماني لك؟ قال له يا رب يرعني لو ربي سماني يذكرني لي. سبحان الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله سماك لي. سبحان الله. أبي جعل يبكي رضي الله عنه. فقيل لأبي فرحت بذلك؟ يعني فرحت وفرح متاع بكاء فرح. قال لهم رضي الله عنه وما يمنعني من أن أبكي وهو تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو الفرح الحقيقي يوم أنك تجيك نعمة من الله. كل هذا يا إخوة الإيمان ثوروا. ليش أبي أن ذكر رب العالمين؟ لأنه القرآن امتزج بحياته، ولا يجري في عروقه، يجري في جسده كما يجري الدم في عروقه. وهذا نحن الآن في القرآن في شهر القرآن رمضان، لازم باش إذا كان حبينا رب العالمين يلحقنا ويحشرنا مع هؤلاء أنه نجعل نصبغ حياتنا كلها بالقرآن الكريم. القرآن ما خلط شيئا إلا رفعه، وما ابتعد عن شيء إلا وضع ذاك الشيء. إذا كان حبيت ترفع في الدنيا والآخرة عليك بالقرآن عبد الله، عليك بالقرآن عبد الله. هذا الصحابي الجليل كان عنده علم عظيم، كان يعلم أعظم آية في القرآن الكريم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. يعني يكفيك العلم ما شاء الله عز وجل، فيه منقبة عظيمة. بل إنه المناقب كثيرة لأبي بن كعب، من بينها ومن أعظمها نحن الآن ناس كثير عندها همومها غمومها، واحد عنده ديون، واحد عنده مرضى وهو مريض ويتمنى من الله عز وجل الفرج. إذا كان حبيت أيها المؤمن أنه يقضي الله عز وجل همومك، يكفيك همومك وغمومك وديونك، اسمع إلى هذه المنقبة اللي امتاز بها أبي وانقلها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فكلما أكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفرج الله عنك ما أنت فيه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، قال له رني حب نقول احنا أن نصلي عليك وغير ذلك، كم أجعل لك من صلاة؟ قال له كما شئت. قال له نجعل لك ثوما. قالوا لا ذاك خير، وإن شئت وإن زدت فذاك خير. قالوا الثلث، النصف، الربع، وهو يردد عليه. في نهاية المطاف لما سمع هذا الخير قال له أبي أجعل لك صلاتي كلها. وش معنى؟ لأني وقتي كله نشغله، نشغل لساني بذكرك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. النتيجة إذا كان شغلت وقتك بهذا، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، يكفيك ربي هموم الدنيا ويغفر ذنوبك. هذه هو الفائدة. نحن الآن هم أول شيء عنا زوز حوايج في الحياة، أنه يكفينا ربي هموم الدنيا وفوق ذلك أنه يغفر ذنوبنا. إذا كان كفاك ربي هموم الدنيا وغفر ذنوبك، ماذا تبحث؟ أم ماذا تبحث؟ هي الفائدة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد عظيمة، وفيها يعني هي تحتاج بحد ذاتها إلى حلقات أخرى. أبي بن كعب ينقل لنا هذا إخوة الإيمان، هذا سيد القراء، هذا سيد القراء. إذا نحن الآن في شهر رمضان، في شهر القرآن، أن علينا بكثرة القرآن حتى يذكرنا من أنزل القرآن على خير ولد عدنان. نحن في شهر القرآن إذا أردنا أن ننال السعادة في الدنيا والرفعة في الآخرة والنجاة في الآخرة فعلينا بالقرآن. إذا أكثرنا قراءة القرآن وحفظه يقول الله عز وجل لنا غدا على رؤوس الأشهاد، يقول لصاحب القرآن وحامله اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، إن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظروا إخوة الإيمان، سيد القراء أبي بن كعب، ما هذا جزء قليل، جزء يسير من شيء كثير من مناقب هذا الرجل. هذا الرجل مات رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قيل سنة 22 للهجرة وقيل سنة 30، المهم أنه بقي اسمه مخلدا، كلما ألقيت درسا يتعلق بالقرآن أو بالعلم قلما يخلو منه اسم هذا الرجل. كلما عدت إلى القرآن إلا وذكرت كتاب الوحي فكان هو على رأسهم وكان هو من أبرزهم. نفعنا الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم،
وجعل رمضان شهر مغفرة وعتق من النار لنا وللمسلمين أجمعين. أسأل عز وجل أن يوفقنا لصيام رمضان كما يحب ويرضى وقيامه. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر من النار. ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد الإسلام، وأن يفرج كربة إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن يختم لنا بالحسنى إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال.